مثل العادة بنفرح بحضورك معنا على الاستوديو. يا صباح الخير. اليوم رح نحكي عن معاني الحياة يلي كتير هالكونسبت أو هالمفهوم كتير في دراسات حوله مزبوط. وأهمية ارتباطه يعني بكيف الإنسان بيشوف هالدنيا، بيشوف الحياة، بيعطي معنى لهالحياة. كيف يعني حسب هالدراسات والأبحاث كيف بيتغير معنى الحياة لما بنكبر؟ مزبوط. مثل ما قلت، نحن كنا نستعمل قبل كلمة تغيير كتير سلبي، أنه هالإنسان تغير أو هالإنسان كان يعني له شخص أو وضع أو هدف معين وتغير بعدين. هو فعلا التغيير طبيعي مع العمر، والتغيير طبيعي لأنه واحد نظرته للأمور بتختلف، وبعدين معنى اللي بحطه واللي بيركز عليه بمراحل عملية مختلف. يعني مثلا إذا بنعطي كتير في دراسات صارت أنه في مراحل زمنية معينة، بكل مرحلة بيكون واحد مركز على هدف معين، ولحتى يقدر يكون عنده حياة إذا بدك مبسوط فيها، فيها سعادة، فيها اطمئنان، هول الإيموشنز والمشاعر الإيجابية، لازم يركز على أنه يجرب قد ما في حقق هالمشاعر بهيدا المرحلة. يعني إذا منبلش من عمر الصغر، هدف الولد أنه يكون عنده هالشعور بالإطمئنان، الشعور بالراحة، بالأمان وبالحب، أنه يقدر يوثق باللي حواليه. نوصل للمرحلة اللي كل العالم مثلا بتحسها صعبة، هي مرحلة المراهقة، اللي هون واحد هدفه أنه يلاقي معنى لحياته، يعرف مين هو. هون بيسأل واحد أنا مين؟ أنا شو بدي؟ أنا مختلف مثلا عن عائلتي. بهيدي المرحلة كل التركيز بيكون على الهوية، على الهوايات إذا بدك، على الأشياء اللي بيحبها. مزبوط. وإنه واحد يعطي شخصية لحاله. من بعدها بتحس واحد صار هين أكتر، بيقوله طب ليه بطل يعمل كتير مشاكل مع أهله؟ ليه صار يقبل بعض الأمور؟ لأنه في مرحلة تغيرت وصار في نضج أكتر بالعقل. بنسمي إنه البريفرونتال كورتكس، يعني الريزنينج، محل ما واحد بيقدر يفكر كتير، بيصير أنضج بهالفترة. هون المرحلة العشرين للثلاثين بتحس العالم تركيزها شو بدرس، شو بعمل، شو بدي كفي حياتي، شو الشغل اللي بدي أعمله، كيف بدي أوصل. مظبوط. التركيز على أكثر شيء بهالمرحلة وإنه واحد يلاقي الشغل اللي بيبسطه أو الدرس اللي بيفرحه أو يشوف كيف يقدر يتطور. وبهيدي المرحلة كتير التركيز بيكون على أنا كل ما أعمل كل ما يكون عندي قيمة أكثر، كل ما بحقق كل ما بحس إنه أنا إلى قيمة أو إلى معنى حياتي. يعني القصة بالأكشن أكتر، بتحقيقات، بتلاقي واحد عم بيحط هالأهداف بده يوصل لهم، بتلاقي واحد بده يركض أكتر لحتى يسعى لهالمرحلة. من بعدها بتحس في ناس هيك هديوا شوي، انه صار التركيز على هل انا بكفي لوحدي او بجرب انتبه لاصدقاء او انتبه لشريك، بتصير العلاقات لها معنى اكثر، ببطلوا يركزوا على كثرة النوعية وعلى كثرة الظهرات وعلى كثرة العالم اللي حواليهم والاتشيفمنت التحقيقات الصغيرة، بصيروا بيركزوا على المعنى، معنى العالم اللي عندهم، يكون فيك هالكواليتي تايم او الوقت الجيد والصحي مع الشخص الاخر، او الاصدقاء بيقولوا انا صار تغير وما بقى بدي هالكميه بس بدي هالنوعيه الحلوه يلي حتزيد بحياتي واللي حتضيف لحياتي. وهون بتحس كمان انه ما بنقول الانسان تغير ما بقى يعني له، بس انه الانسان صار عنده اهداف اخرى، تغير صار عنده شو بيعني له. مزبوط. تغير شو بيعني له، ولازم يتغير شو بيعني له لحتى يقدر يكفي، بمعنى انه صار عنده امل يقدر يكفي تحقيقات ذاتيه على مدى الاعمار. منكفي شوي إذا بدك مع الأعمار. يعني بعد هالمرحلة الثلاثينات للأربعين، اللي هي بهالمرحلة الواحد عم بيسعى لتنمية علاقات جيدة مع الأشخاص اللي حواليه، للمعنى، لأنه يحس بقيمة حاله مع العالم اللي حواليه وقديه بيقدر يفيد، نوصل للمرحلة اللي هو مثل واحد عطى كتير وتعب كتير وركض كتير، صار بده يعطي شوي للعالم اللي حواليه بطريقة إيجابية. عم نحكي أكيد إذا واحد يعني حياته هادية ومستقرة وعنده أهداف. مزبوط. متوازنة وما صار فيها الخلل اللي يوقف إذا بدك النمو الطبيعي. لطالما قبل ما تتابع، لطالما كنت عم تحكي، أنا بدي أقول أنه يعني هالنظريات هي نظريات شوي إذا بدك عليها
نوع من الانتقادات، ان صحيح عم تحكي عن developmental psychology او علم النفس النمو، ويلي بتتداخل فيه الفلسفه مع علم النفس مع علم الاجتماع، وفي كثير من الباحثين بعلم النفس عطوا نظريات، هالنظريات بتقول كيف الانسان بينمو وبيتطور وبتتغير وبتتغير حاجاته. في بعض اذا بدك من الناحيه العلميه في بعض الانتقادات على هالنظريات انها بقيت نظريات فلسفيه وما خضعت مثل ما بيقول للتحليل العلمي يلي اليوم السايكولوجي او علم النفس بيخضع له. يعني قد ايه برايك هالنظريات بنقدر نقول انه كل الناس رح يقطعوا بكل هالمراحل النمو، او لا ممكن كمان انه في ناس ما يعيشوا هالتغيرات مثل ما حضرتك عم توصفيها استنادا لهالعلوم النفسيه؟ يعني ليقدروا يعطوا هول الثيوري صار في كثير دراسات، وكان انه العلم اثبت انه اذا واحد اذا بدك تابع بطريقه صحيه، بس هون اللي امرار بيعلقوا الاشخاص، يعني في ناس بعدها بيوصلوا مثلا للنص الثلاثينات وبعدهم علقانين بفتره المراهقه، في ناس ما ساعدتهم طفولتهم لحتى يقدروا ينمو بطريقه معينه، في ناس صار في مثلا ستريس كثير كبير بحياتهم خسر كثير غير المسار. مزبوط، هو اللي عم نحكي عامه اذا واحد هيك كانت حياته سهله اذا بدك ووقف لفتره انه انا طب ليه عم بتغير لانه طبيعي اتغير، لانه العقل بيتغير، المشاعر بتتغير، حتى الفيزيكال بيولوجي كثير والهرمونات بتساعد الواحد على يتغير. اكيد ما يعني ما انا ساينس بتمشي على الكل، بس إذا واحد انتبه شوي أنا هون وين وين صرت بحياتي عشو مركز. وأهم شيء نرجع منقول إن ما كانت مثلا يعني إذا ما كان المعنى تنقول الشغل على القليل عندي معنى تاني، إذا اليوم معنى لحياتي ما بدي أقول أنا أنه أنا بدي هدف بحياتي لأنه يمكن يتغير، بدي أخذ شوي شوي المراحل العمرية لحتى أقدر دائما لاقي أمل بحياتي. نعم. قد إيه ديالا برأيك الثقافة والمجتمعات بتفرض أو بتعطي قيمة لبعض المعاني وبتقلل قيمة بعض المعاني الثانية، وبالتالي هون الإنسان ممكن يعيش مثل ما بيقول براد جلد وبيكون مزبوط. عنده معنى معين خليني أعطيك على سبيل المثال مش الحصر، مثلا بتشوفي في ناس كتير بيعطوا معاني للاهتمام بالحيوان. في بعض إذا بدك هيك المجتمعات الصغيرة أو حتى بعض المفاهيم أنه هلأ الإنسان ما عم نقدر نهتم فيه، بدك تهتم بالحيوان. سو قديش هون بيحس هالإنسان بضغط لما ما بيكون المجتمع بيعطي قيمة للمعنى نفسه يلي هو شخصياً بيعطيها؟ حسب قد هو متصالح مع حاله وحسب قد هو حاسس أنه هيدا المعنى بيناسبني أنا اليوم. إذا بهيدي المرحلة أنا بيناسبني ركز على شغلي ودرسي حتى بعمر متقدم، هيدا بشي بيجلب لي السعادة لإلي وبيعطيني هدف. يعني قد ايه المجتمع يمكن ما بيفيد بس قد ايه ما بيساعد الشخص، ولكن اذا هو عارف حاله، عارف دائما بنقول بلش بسؤال انا مين؟ انا شو بدي؟ انا لوين رايح؟ هول الكلمات الصغيره اللي بتعطي معنى للواحد بتحسه منه ماشي عكس التيار هيك عشوائيا، او منه ماشي مع المجتمع بدون ما يعرف هو كيف عم بياثر الوضع عليه. بس قد ايه هون كمان ممكن نروح للناحيه اذا بدك منا كثير صحيه، كمان حاعطيك مثل، في بعض الناس وبتشوفي عبر التاريخ لما هيك بينوصفوا الفلاسفة الكبار أو حتى المفكرين الكبار، البعض منهم بيتم وصفهم على أنه كان عندهم شخصيات شوي حزينة تميل إلى الاكتئاب، والبعض بيربط أنه بما أنه كانوا حاطين معنى كتير كبير للحياة بس الواقع كان كتير منه مثله، بيشعروا بهالنوع من الحزن وبتلاقيهم بعزلة أو بيروحوا مثلا لاستخدام مواد ممكن تكون مسببة للإدمان مثل الكحول أو التدخين وغيرها، فقط ليسكتوا هالصوت اللي عم بيقلن أنه الواقع ما بيشبه المعنى اللي حاطينه براسه. مشان هيك رجعنا قلنا أنه ما بقى حنقول كلمة معنى للحياة، هالشي الكبير الأبسكت اللي واحد بده يوصل له، أو هدفي بالحياة. هلأ هدفي، هلا يمكن انا هدفي انه اسعى الاقي شغل احسن، بكره هدفي انه اترك ساعد رفقاتي. المرحله العمريه بين مثلا الأربعين والخمسين بتحس كثير عالم هدفهم ان يساعدوا الاخرين، مشان هيك بهالعمر ببلشوا
الان جي او ببلشوا يفتحوا جمعيات اكثر، ببلشوا يجربوا يعطوا اكثر، يمكن هدف اللي بالستينات يكون يقعدوا مع الاولاد الصغار لحتى يعطيهم من خبرتهم، لحتى معنى الحياه بيختلف في هذه الفتره، انه هن عندهم هدف يوصلوا اللي تعلموا له، انه هن ما بقى بدهم يسعوا دائما ليتطوروا، ولكن بدهم يتذكروا الاشياء الحلوه بحياتهم. مشان هيك كلمه الواقع انه انا لشو، لا انا كل مرحله عندي شيء بيبسطني، عندي سعاده بتبسطني، عندي اولويات، فطبيعي انه اولوياتي مع الوقت تتغير، طبيعي انه حسب الظروف اولوياتي تتغير، يمكن طالما انا عارف انه عم بعمل اشياء منيحه لإلي بتفيدني، بتفيد صحتي النفسيه، بتفيد تطوري الذاتي، هون بتبطل فكره المعنى شيء سلبي، ولكن بتقلب لاشياء واقعيه اكثر، بنقلب الحلم لاهداف، بنقلب المعنى ل لذة الوقت الحاضر، لحتى أنا أقدر أتطور ولأقدر أعرف أنه كل مرحلة كان لها إذا بدك الأشياء الحلوة فيها. يعني مرحلة الكبر واحد عم بيتذكر الأشياء الحلوة ومبسوط بتحقيقاته، بس عم بيروق شوي، عم بيقضي وقت مع عائلته. مرحلة الصغر واحد حابب يركض أكتر لحتى يحقق أكتر. المرحلة اللي بالنص واحد حابب يخفف ويركز على هو حاله أكتر. فكلمة أنه يي ليه الإنسان اللي بيتغير أو شو هدف في الحياة، هول الأسئلة اللي واحد بيسأله بتضره أكتر ما هي بتفيده بعدين. بس قدي صعوبة، يعني قدي في صعب على الناس اللي بتكسر هالأنماط، هالأنماط الاجتماعية بالتغيير، صح. إنه أنت اليوم هلأ بعمر لازم تكون صرت باي، وبيقولوها بالمجتمع مزبط. يعني أنت اليوم بعمر هلأ لازم تأسس حالك، هلأ بعمر لازم تصير باي، هلأ بعمر لازم ترتاح. يعني حتى الناس مثل ما قلتي بتحكي بهالنظريات ولو ما كان عندها إذا بدك مرجع يعني علمي لإلها، بتقله هلأ أنت بهالعمر لازم تأسس أو لازم مزبط. بس اذا لازم هون اللي بينسوا اذا بدك الشق الثاني، يعني اوكي اذا ما تنقول اسس، هل رح يعتبر حاله فاشل ولا هل حيعرف انه حيقدر ينظر لباقي الامور؟ وهون بنرجع للادوار الاجتماعيه، انه ايه انه انت لازم تتزوجي قبل الأربعين، صح. اذا ما تزوجت قبل الأربعين هل حتشعر انه هي بنقص معين؟ يعني معناتها هالنمط قدر يغلب عليها، أو هي في معاني كتير أخرى غير الأمومة ربما بعدين بحياتها. كتير أشياء بتغيرها إذا ما تزوجت، ما كان مع شخص واحد، هل عندها صداقات وعلاقات أو مساعدة شخص وأصدقاء مهمين بحياتها، يلي ما نجح بشغله مثلا هل قدر يساعد أشخاص آخرين، هل كان بي صالح، هل كان موجود لعائلته. فالمجتمع وقت يوقف على النص أنه أنت لازم تعمل هالشيء، طب إذا ما صار أنا وين البديل لألي، وين الأشياء الإيجابية بحياتي اللي حتخليني اقدر كمل لحتى ما اوقف بعجز، ولكن دائما حس في معنى انه انا كمل واقدر لاقي حالي بكل مرحله بحياتي، عيش لإلي لفرحي لسعادتي للاقي حالي، بس بنفس الوقت اذا امر معين ما زبط كيف اقدر لاقي له بديل لحتى ما اوقع باليجز بالعجز والياس. في ديالا في بعض الاقوال الشهيره يلي اذا بدك بتحكي عن هالموضوع، مثلا يعني واحد منا لما كنت صغير كان بدي غير العالم، ولما كبرت صرت عارف انه اكثر شيء ممكن غير هو حالي. مزبوط. هيدا تغيير بالمعنى. مزبوط. بس هل هيدا الشيء معني بس نكبر بتخف الاحلام والطموحات ومنصير اقل إذا بدك رغبة بتغيير ما خارج عنا؟ بتصير الأشياء الثانية بتعني لنا أكثر، يعني وكمان أكيد حسب الشخص تما نعمم، بس أمرار واحد على صغر بيتفاعل، يعني بنقول هالعمر اللي واحد بيفكر بمشاعره أكثر، بيفكر بطموحات، ما بيكون في نوع من العقلانية وما بيكون عنده كثير خبرة، يعني ما بيكون صار عنده هالعقبات، بس إذا واحد صار متصالح مع حاله أكثر مع العمر، صار عنده هول الإكسبيرينسز اللي تخليه يكون عنده نوع من الرضا أكبر على حياته، قبلين ومرتاح، أكيد بدي أكثر إذا بقدر، ولكن أنا مثل ما أنا مرتاح باللي حققته، راضي عن حياتي. شو السؤال بدك هلأ نسأله للمشاهدين هيك لحتى نخليهم يفكروا بالمعنى يلي عم يعطوه لحياتهم هيك مع الصبح؟ هلأ في كتير ناس حاطين فنجان القهوة وقاعدين عم يحضرونا، بما أنه كنا عم نقول هلأ عن أنت مرتاح وراضي عن حياتك، يمكن هلأ وقت بهيدي المرحلة شو هو المعنى أنت شو المعنى لحياتك؟ شو الهدف اللي عبالك تحققه؟ أو شو اللي بيعطي لحياتك معنى؟ مزبوط. كيف بدك تكفي اليوم نهارك حتى أنت تكون مرتاح وتقول أنا اليوم مبسوط وفخور بنفسي ونهاري حلو؟ طب كيف بعرف؟ شو كريتيريا؟ كيف بعرف أنه هيدا الشيء عاطي لحياتي معنى؟ ديالا
حسب أول شيء تعرف حالك، شو تعرف شو أولوياتك، الأشياء اللي عن جد بتبسطك، عم بتعيش لحالك أنت. إذا بتبسطك يعني في ناس بيبسطن الشغل كتير، في ناس بيبسطن، هون نرجع لحسب الكاركتر والنيد أو الاحتياجات تعولهم. في ناس بيهمهم البسط والسعادة والضحك، بس في ناس قصدي هو إحساس حالهم. أم عقل؟ مش اثنين سوا؟ اثنين سوا، يعني سوا. في شيء بدي أعمله وحس حالي مبسوط، وكمان في شيء بدي اعمله واعرف وادرك اني انا هالانجاز او هالشيء اللي عملته او هالحدا او هالشيء اللي موجود بحياتي عاطي قيمه. صح صح، صار التغيير ايجابي، يعني حتى طريقه تفكيري متوسعه اكثر، صار في تغيير ايجابي بطريقه التفكير، وبنفس الوقت بحس اخر النهار انه المشاعر الايجابيه كانت كثير اكثر من المشاعر السلبيه، انه هاللحظات انا عرفت اعرف معناتها وقيمتها اكثر من اللحظات السلبيه بحياتي. هون بحس حالي انا عم بوصل لشيء، هدف صغير حققته اعطاني هالسعاده، اعطاني هالشعور بال الرضا والثقة بالنفس. هون عم بقول إنه خلص أنا ماشي إذا بدك بالطريق الصحيح وقبلين ومبسوط بحياتي. تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل، هلا بعد شوي زملاء بيحطوا لكم ياهم على الشاشة، قولوا لنا شو يلي عم يعطي اليوم معنى لحياتكم. مصر. شو في أشياء حدا، عم قول أشياء وحدا وأحداث وناس وظروف وحتى وتفكير. إنجازات حي الله شيء ممكن يكون عم بيساعدكم لحتى تكون عم تعطي معنى لحياتكم. شكرا كثير لك ديالا عيد، حلو هالموضوع مع الصبح. اي ثينك لازم نكمل هيك نحكي باشياء ممكن توعي فينا كمان هيك اشياء حلوه رغم كل الظروف الصعبه يلي عم نعيشها. شكرا كثير لك المعالجه النفسيه ديالا عيد تاني، وقلنا متابعه بكل هالمواضيع.